أهلا ومرحبا بكل عشاق ومتابعي الكرة الإماراتية على شاشات أبو ظبي الرياضية. حلقة جديدة من برنامج AGL World تخاطبكم، والمتعة بكل ألوانها وأشكالها تنتظركم. تتابعون في حلقة اليوم وقفة مع مهاجم نادي عجمان مامي تيام، الوجه الآخر للاعب نادي الجزيرة أسانتي، نتائج دور الخليج العربي، à jouer le football quand j'étais petit au Sénégal. Quand j'étais petit, j'ai joué là-bas. Après, je suis parti en Italie, j'ai joué là-bas et beaucoup de temps. Et maintenant, je suis là. Je suis content d'être ici. Oui, j'ai commencé avec l'Inter de Milan. J'ai commencé avec le secteur, le centre de formation Inter Milan. Après, je suis parti jouer en deuxième division en Italie. Après, j'ai joué avec la Juventus m'avait pris. Après, j'ai fait Belgique, j'ai fait Grèce. Après, je suis allé en Iran les derniers 4 mois. Et après, je suis venu ici. J'ai vécu de bons moments. J'ai vécu de moments difficiles aussi. Mais je suis content. Je suis content de la carrière. Oui, quand j'étais à Inter de Milan, j'avais gagné avec les jeunes un tournoi qui était important là-bas. J'ai gagné la coupe en Grèce et la coupe en Iran, coupe Iran aussi j'ai gagné. Et oui, je suis content. Parce que j'étais à Iran l'année dernière et j'avais joué contre Al Ain, j'avais joué toutes les équipes et après je suis venu ici à Ajman et je suis content d'être ici. Avec un agent qui travaille ici en Émirats et il m'avait demandé à propos de Ajman qu'on me parlait beaucoup bien, que c'était un club avec de familiarité, donc j'ai choisi de venir ici. Qu'on a une bonne équipe et on espère donner tout pour arriver à notre objectif et j'espère que ça va bien se passer, Inch'Allah. Les objectifs personnels, avant tout, je crois que l'objectif de l'équipe vient avant. Et les objectifs personnels, c'est donner le maximum tous les matchs et espérer de gagner les matchs. والآن مشاهدين الكرام، حان الوقت لمتابعة أهداف الجولة الرابعة من مرحلة الإياب من منافسات دور الخليج العربي، والتي أقيمت أحداثها على مدار 3 أيام في نهاية الأسبوع الماضي. الانطلاقة كانت من ملعب آل مكتوم، حيث استضاف نادي النصر ضيفه اتحاد كلباء
في مباراة كان يبحث فيها كل من الفريقين على 3 نقاط لوضع حد لسلسلة النتائج السلبية التي عرفها الفريقان في الجولات الأخيرة. كرة عرضية جميلة خطيرة جدا يا ولد. بقول لك كواليتي العرضية بتاع محمود خميس ماركة العرضية حلوة، والرأس بقى الذهبية الجميلة، وأول هدف اللقاء بالنسبة لنادي النصر هدف جميل. جبهة اليسرى واليمنى الشغل عامل ازاي؟ كرة العرضية خطيرة ولد حرام يا ولد. جوفاني أهياني وفيفياني يا ولد جوفاني سجل هدف التعادل. هدف لهدف هي النتيجة النهائية للمباراة، ليتقاسم الفريقان نقطة التعادل ليصل فريق النصر إلى النقطة 17 في المركز 11، فيما حل اتحاد كلباء في المركز 9 ب20 نقطة. أما في المباراة الثانية فحل نادي بنياس ضيفاً على نادي الوحدة الذي كان يبحث عن 3 نقاط لتعويض الهزيمة التي تكبدها في الجولة الأخيرة، فيما كان يسعى بنياس لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في مرحلة الإياب. هذه كرة خطيرة، فرصة، جول للعنابي، تيجالي في المكان اللي يحب تيجالي، في المكان اللي يعشق تيجالي، وتيجالي ما يضيع. هذه ضربة حرة مباشرة، كرة خطيرة، الله الله لعيب يا يوسف جابر، لعيب. هذا ريكورد يكون تاريخي جديد بالنسبة للسماوي، ما حقق في تاريخه في زمن الاحتراف. مرتدة لخليل إبراهيم، يأتي الآن ويتقدم الآن، ولا زالت جميلة للخطير. الله 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 الله، ساحر تيجالي. انطلاقة من ليوناردو، الآن المرتدات في غاية الخطورة، فرصة لهدف ثالث، جول. شوط ثاني على النادي. من مباريات هذا الفريق انطلاقا الآن لحبوش صالح، يأتي بمحاولة أمام أكبر من لاعب، مرتدة سريعة، هذا السلاح الفتاك الآن، وخليل إبراهيم السريع ينطلق للعنابي، لا زال يملك كرته. الله الله، خليل إبراهيم في مباراة اليوم، وكرة ليوناردو، جول. هدف رابع في واحدة من أفضل مباريات الوحدة. هزيمة عريضة تكبدها فريق السماوي ب4 أهداف لهدف، ليتجمد رصيده عند النقطة 27 في المركز 6، فيما رفع أصحاب السعادة رصيدهم ل27 نقطة في المركز 5. وفي قمة هذه الجولة حل نادي العين ضيفاً على شباب الأهلي دبي في مباراة يبحث فيها الفريقان عن 3 نقاط لمواصلة اللحاق بالمتصدر نادي الشارقة. بيلعب لكرة عرضية في مكان، الله، بذكريات آخر انتصار يبحثون عن العودة يا لوفانور. لوفانور يسجل ضربة أولى في القمة، شباب الأهلي يتقدم، والمحاولة تصل الآن فيها صافرة وخطأ يحتسب حكم المباراة لأحمد خليل. انذار، هذا تعنيزي عند انذار، كارت أحمر. عن طريق شوي ثاني من جديد مقطوعة هنا، صافرة وخطأ. سلامات يا ساتر، سلامات للفانور. الآن الكارت الأحمر لإبراهيم الدياكي.
راح نتكلم عن الوضع، راح نتكلم عن النقاب، لكن الآن شباب الأهلي يضع النقاط على الحروف. رأس خليل، آخر انتصار كان للأهلي برأس خليل. العقدة تكسر عن طريق نفس الرأس على نفس المرمى. هدفين دون رد لأصحاب الأرض هي النتيجة النهائية للمباراة، ليرفع بذلك شباب الأهلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد العين ب 35 نقطة في المركز الثاني. لا تذهبوا بعيدا، فهناك الكثير بانتظاركم في الجزء الثاني من برنامجكم AGL World، فابقوا معنا. احتفالاً بالألعاب الأولمبية الخاصة، كونوا شاهدين على الحدث الأكثر روعة مع أعظم النجوم وأشهرهم في أضخم المناسبات العالمية. الافتتاح المرتقب للألعاب الأولمبية الخاصة أبوظبي 2019 على أبوظبي الرياضية. الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة يتنافسون في مختلف رياضات ألعاب القوى، الجري، القفز، ورمي الجلة، والعديد من رياضات المضامين. الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 على أبوظبي الرياضية. في نصف نهائي كأس الخليج العربي، النصر شباب الأهلي دبي الخليج العربي على أبوظبي الرياضية. بطولة العالم ستبدأ من هنا، من أبوظبي. مقياس الذهب في الترياثلون، السباحة، ركوب الدراجات، الجري، في منافسات أكبر وأفضل من أي وقت. بطولة العالم للترياثلون أبوظبي 2019 على أبوظبي الرياضية. أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم AGL World، حيث سنتابع معكم الوجه الآخر للاعب نادي الجزيرة أسانتي. أجمل 10 أهداف سجلت في الشهر الماضي. باقي نتائج دور الخليج العربي. I like Ronaldo. I like him because I've been following him for a long time, and I like his style, and I think he strive for more every time. He never get satisfied, and he wants to win everywhere he goes. I would choose Chelsea because I'm enjoying the attacking football. Camp Nou, but I'm playing for Al Jazeera and I'm enjoying the stadium, so I think I would say Al Jazeera.
Madrid because the stadium is always full. Gia from Man United, the goalkeeper. Right back, Sir Avis, Puyol, Ramos, Marcelo, Essien, Modric, Ronaldinho, Messi, Kaká, Ronaldo. وإياكم أعزائنا المشاهدين باقي نتائج الجولة 17 من دوري الخليج العربي في يومها الثالث، والتي انطلقت من ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي في مباراة جمعت كل من نادي الجزيرة وضيفه عجمان. وشعار عجمان وشعار الإمبراطور، هنا كرة ملعوبة، هذه خطيرة، ليوناردو انطلق على الجانب الأيسر، ممكن يمر ليوناردو، خطيرة، جول الله، سجل في الدور الأول وهو الآن يسجل في الدور الثاني. وهنا تسديدة، يا سلام، في اللقطة الماضية علي مبخوت، تسديدة، جول علي مبخوت، علي مبخوت يسجل ثاني أهداف المباراة. أرى علي مبخوت، كرة، الله، هدف ثالث، هدف ثالث، ثلاثة أهداف دون رد هي حصيلة هذه المباراة التي ذهبت نقاطها إلى صاحب الأرض نادي الجزيرة الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، فيما تراجع عجمان إلى المركز الثامن ب 23 نقطة. وعلى استاد حمدان بن زايد استقبل نادي الظفرة ضيفه ديبا الفجيرة الذي لم يعرف طعم الفوز منذ الجولة الرابعة من المرحلة الأولى من عمر الدوري، على عكس نادي الظفرة الذي لم يعرف الهزيمة في الجولات الثلاث الأخيرة. كرة الظفراوية لا زالت حلوة إلى المنصوري، سهير المنصوري بالقدم اليسرى يقدم كرة أرضية ولا زالت خطيرة، فرصة خطرة 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 للظفرة، فرصة جول، الله يا رومولو، الله يا رومولو. ضربة ركنية مرة أخرى للظفرة، الظفراوي يحاول، كرة ملعوبة، هذه خطيرة، الله، لكن آخر جولتين بالمناسبة فوزين متتاليين. يحيى الملا رايح للفيديو، يحيى الملا يذهب إلى ضربة جزاء، ينجح في تسجيل هدف ويخلص الفارق للنواخذة، أصبحت 2-1 في آخر دقيقتين. بهدفين لهدف تمكن نادي الظفرة من تحقيق ثالث انتصار لهم على التوالي، ليصعد بذلك إلى المركز السابع ب 23 نقطة، فيما يقبع ديبا في المركز الأخير بخمس نقاط. وفي مباراة أخرى انتقل نادي الوصل إلى رأس الخيمة لمواجهة نادي الإمارات وعينه على ثلاث نقاط ليبتعد عن المراكز الأخيرة، وهو نفس الهدف بالنسبة لأبناء جلال القادري. كايو خطير، يحاول يمر، لا زالت المحاولة مستمرة لسالمين، تصل لنيما، محاولة نيما، ركلة جزاء، ركلة جزاء
الحمراء ليما ضربة ليما هذا هو ليما نعم عندما نقول ليما فابحث عن ضربة ليما جورج دومبين جورج دومبين يرسل قذيفة في المرمى هدف ثاني الآن للإمبراطور كرة تعود من جديد وسام لطفي يلعب كرة شيخ دياباتي خطر جول هدف تقليص الفارق يأتي في الوقت بدل الضايع أو في دقيقة رقم 89 الآن بالرغم من هدف الشيخ دياباتي في الدقائق الأخيرة إلا أن ذلك لم يكن كافي لنادي الإمارات لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين لهدف لصالح الضيوف ليرفع بذلك الوصل رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر فيما تعمقت جراح صقور رأس الخيمة الذين يقبعون في المركز قبل الأخير ب 12 نقطة وفي ختام هذه الجولة حل نادي الشارقة ضيفا ثقيلا على الفجيرة الذي يبحث عن أول فوز له بعد تكبده لخمس هزائم متتالية على عكس نادي الشارقة الذي يريد ثلاث نقاط جديدة لتعزيز صدارته المحاولة بالأمام عمر كوسوكو راح فيها انطلق فيها بسرعته بمهارته انطلق فيها عمر كوسوكو حاول نقل كرة التمريرة خاطئة استعاد شوكروف وهذا إيغور تمريرة أمامية من إيغور فيها تدخل الحكم مباراة تمر بالاستمرار والكرة بالشمال الكرة بالشمال فعلها ريال مينديز فعلها ريال مينديز فعلها الملك فعلها الملك والصدارة تبغي الملك والملك يبحث عن الصدارة هدف مينديز في الوقت بدل الضائع منح الشارقة ثلاث نقاط مهمة ليواصل تصدره للدور ب43 نقطة فيما تراجع الفجيرة إلى المركز الثاني عشر ب13 نقطة في ختام هذه الحلقة أعزائنا المشاهدين ومثل ما عودناكم مع نهاية كل شهر أن نختار لكم أفضل وأجمل 10 أهداف سجلت في دوري الخليج العربي نرجو أن تعجبكم دياز يلعب كرة الآن محاولة يوفي جول جول بدأ في الأهداف بدأ الشباب الأهلي بالتسجيل عرضية خطيرة جدا بدر بس بدار عم يصدف الأمك يا ولد خلصها ازاي خطير جدا فالياس والعرضية من الرجوس خطيرة جول فرقة خطيرة فريق بيلعب كل حاجة بميزان الجواهرجية الله عليك يا ولد الله عليك للأمام الكرة العرضية المنتظرة تتخلص هذه وتبعد عادت مرة أخرى عبد الله رمضان يا لعيب عبد الله رمضان مدفعتي فاندر فيرا حسن عبد الرحمن سرعات عارفينه يجيبها حسن عبد الرحمن العرضية خطيرة مش ممكن يا الله على عجمان وجماله والعرضية لا زالت خطيرة محبوش استلام تصويت الله
هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة من برنامجكم AGL World عبر قناة أبوظبي الرياضية. انتظرونا الأسبوع المقبل في لقاءات خاصة ومميزة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.